جون جون قوم اكتب اسمك على اللوح. قوم قوم. جيم واو نون. شو هذا؟ شو هذا؟ ما جيم واو نون. لا ثلاث حروف. جيم واو نون ثلاث حروف يا جون. الحروف العربية ليست عربية تماما كما سمعت، فكل الخطوط التي تكتب بها لغتنا اقتبست من خطوط في لغات سبقتها. دعني أبسط لك ذلك. الحروف العربية الحالية اقتبست من الكتابة النبطية، والأنباط استنبطوا حروفهم من الكتابة السومرية، ولم تظهر هذه الأحرف العربية أصلاً إلا قبل الإسلام بستين عاماً تقريباً. وهذه الأحرف نفسها وطريقة كتابتنا لها تحمل عمقاً تاريخياً يدل على ذلك. فالكتابة بشكل عام في كل اللغات والحضارات كانت عبارة عن رموز ونقوش تدل على أفكار أو أصوات أو كلمات، تماماً كما نرى في علامات المرور حالياً. فهذا الرمز يشير إلى عدم الوقوف في هذا المكان، وهذا الرمز يشير إلى وجود جمال في الطريق، وغيرها الكثير من الرموز التي تدل على أفكار معينة. وهكذا كانت اللغة. إذا أردت أن تكتب بسيطة، أرسم مجموعة من الأشكال. اذهب وأحضر 5 تفاحات و3 جزرات. أين الماء؟ تابعونا كل خميس. فهمت شي؟ تخيل أنك تريد أن تكتب كتاباً بهذه الطريقة، ستحتاج إلى آلاف الموسوعات وملايين الأوراق ولن تكفيك. لهذا اخترع الفينيقيون الذين سكنوا في لبنان حالياً نظاماً جديداً في الكتابة، وهو أن كل صوت في كلامهم يمثل رسماً معيناً وكلمة تبدأ بهذا الصوت. فالصوت أ عبروا عنه بكلمة ألف والتي تعني رأس الثور، وصوت ن عبروا عنه بكلمة نون والتي تعني الحوت، وصوت الع عبروا عنه بكلمة عين والتي تعني عين. هذه كانت المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الزيادات. أعجبت العديد من اللغات بهذا النظام وأخذته لتستخدمه في كتابتها، منها اللغة العربية، فألف باء جيم دال كلها كلمات لها معاني في اللغة الفينيقية، أضيفت إليها بعد ذلك 6 حروف خاصة بالعربية. الزيادات في أواخر الحروف ربما لا نستفيد منها حاليا، ولكنها تحمل تاريخا لا يمكننا إنكاره. اكتبوا لنا أسماءكم على طريقة جون ولنرى إذا كانت هذه الطريقة منطقية أم لا. شكرا لكم ونراكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله.